4500 عام عمر هذا الهرم الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع، هو أيضا عمر سر بقي غامضا حتى يومنا هذا، غموض استعصى على كل محاولات كشفه التي كان آخرها ما ذهب إليه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي نسب الأهرامات إلى كائنات فضائية في تفسير لا يستند إلى أي أدلة علمية، تصريح وصفه علماء آثار مصريون بالخرافة. الأدلة اللي بتثبت أن المصريين هم بناة الأهرام، أولا المقابر الموجودة جوار الهرم للأمراء والموظفين، داخلها نقوس تتحدث عن الهرم وعن الملك خوفو. داخل هرم خوفو يوجد أسماء العمال الذين اشتركوا بناء الأهرامات. نمرة 3، كشفنا مقابر العمال بناة الأهرام اللي فيها بيثبت للعالم كله أن الأهرامات بناها المصريين وأن الأهرامات لم تبنى بالصخرة. هكذا دفعت غرابة هذه الأهرامات المدهشة البعض إلى استبعاد البشر في محاولاتهم تفسير كيفية بنائها في زمن مبكر من عمر البشرية بدقة هندسية قد تعجز عنها تقنيات البناء المتوفرة في عصرنا الحالي. تم اكتشاف عدد من العمال ومشرفي العمال وهم بشر وليس كائنات فضائية كما يقول ماسك. وفي حقيقة الأمر أنه هناك أحد الأمثلة أنه هناك أحد العمال اللي أصيب بسرطان في الدماغ وتم عمل عملية له وعاش بعدها لمدة، وبالتالي عرفنا كمان أن العمال المصريين كان لهم تأمين صحي. وتكثف وزارة الآثار المصرية أعمال الحفائر الأثرية في محيط الأهرامات التي تحوي في باطنها العديد من المقابر الأثرية. كثيرة هي النظريات التي حاولت فك لغز بناء الأهرامات الذي يبدو أنه دفن مع ملوك الفراعنة، تاركا الباحثين والمهتمين بعلوم المصريات في كل أنحاء العالم أمام حيرتهم وتساؤلاتهم واجتهاداتهم التي تبدو أحياناً خارج حدود المنطق والمألوف. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.